مساء الخير وتحية لكم مشاهدينا، وين ما كنتوا عم تتابعونا حلقة جديدة من فيوتشر سبورتس مع آخر الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. رح اترفق بتقديمها أنا وزميلتي هبة. مصور هبة. مصور فارس، يعطيك العافية. الحمد لله. وأنت كمان. كمان بدي مسي بالخير كل المشاهدين. ساعة من الوقت تقريبا بنستعرض من خلالها أبرز الأحداث الرياضية بلبنان والعالم، ومثل العادة بينضم لنا بوقت لاحق الزميل عباس حسن ومعه آخر أخبار كرة القدم اللبنانية. البداية طبعا رح بتكون مع لبنان ومع أخبارنا المحلية ومعك فارس. هبا، بالبداية أكيد باسم قسم رياضة بتلفزيون مستقبل بدنا نقول ميري كريسمس لكل الطوايف الأرمنية، وبدنا نقول كمان دايم دايم لكل الطوايف المسيحية، وإن شاء الله غطاس مبارك. مع انتخاب الاتحاد اللبناني الجديد لكرة السلة كمان في مرحلة جديدة من التفاؤل والأمل عند لاعبين الفئات العمرية، وأيضا لاعبين يلي بيتأملوا لاعبين المنتخبات، وخاصة مع تعيين الحاج نزيه بوجي على رأس سجنة المنتخبات وهو صاحب الخبرة الكبيرة بموضوع كرة السلة. شو هي خطة العمل يلي رح يشتغل عليها؟ كيف رح يساعد اللاعبين الناشئين؟ وخاصة كيف من الممكن أن يوصل لاعب ناشئ موهوب للولايات المتحدة الأمريكية؟ منتابع هالمقابلة سوا. أول شيء بدي أطمن مش اللاعبة، يطمن كل إنسان بحب الباسكتبول إن كان مشاهد أو إن كان لاعب بلبنان. بدي أوضع كل خبرتي، أنا ابن هاللعبة، عامل تقريبا 50 سنة باللعبة، عايشتها كلاعب بلبنان، لاعب بأمريكا، كمدرب، كإداري، كمؤسسة أكاديمية، كعضو هلا بالاتحاد ومدير المنتخبات. كل هالشي بدي حطه لخدمة كرة السلة اللبنانية وبالأخص اللاعبين من صغيرهم، نقول الميني باسكتبول، لتوصل لكبيرهم المنتخب والدرجات الأولى. فأنا بوعد أنه حيكون في شغل كثير محترف، رح أوعد أنه حيكون في بطولات لكل الفئات من صغيرهم كمان لكبيرهم. فريق عمل كامل متكامل حيكون معي، الاتحاد اللبناني لكرة السلة الحديث هلا حيشتغل بطريقة صح المرة، في فريق واحد عم يشتغل، ما في فريقين بقلب الاتحاد، ما في خلافات، نحن كلياتنا عم نقرأ بنفس الصفحة. رئيس الاتحاد أستاذ وليد نصار هو كتير منفتح، مد إيده لكل الأندية، حنحط إيدنا بالكل لحتى نعمل باسكتبول صحيح، وحتى يكون في بطولات لكل هالفئات، صبيان وبنات، شباب وسيدات. صحيح، وهذا كانت نقطة ضعفنا، ولهالسبب هذا ما طلع ما برز عنا كتير لاعبين إلا اللي إجوا من برا على مستوى يعني. الخزان انا كنت اعتبره فاضي، مش انه يعني ما في عندنا هالخزان، لانه بسبب انه عدم المنافسه وعدم اقامه البطولات لكل هالفئات اللي ذكرتها حضرتك. هلا لما تيجي تعمل خطه عمل والخطه موجوده، نحن في هذا اجت منتخبات عم نتعاون كلياتها مع بعضنا، حطينا الافكار كلياتها وحطينا الاستراتيجيه اللي بدنا نمشي فيها. بدنا ننطلق من بطوله لبنان الفئات العمريه وتشكيل المنتخبات والاهتمام بهم، ونساوي معسكر داخلي وخارجي وينافسوا كمنتخب بلبنان وبرات لبنان. انا بقول لكل لاعب لبناني طموح عنده المؤهلات وحابب يوصل، انا مستعد امسك له ايده ووصله. شرط واحد، يتمرن مظبوط، يكون ديسيبلين، يعطي من وقته بس مش على حساب درسه، الدرس كتير مهم، بس يتمرن مظبوط. نحن حنهيئ له الأرضية من مباريات ودورات ومعسكرات. إذا شفت أنا أي لاعب لبناني عنده المؤهلات أنه نبعته على أمريكا، رح نبعته أمريكا فول سكولرشيب، منحة كاملة، آكل شارب نايم مع أصل المدرسة ليوصل للجامعة. لكل اللاعبين الناشئين، أي لاعب هلأ عم يسمعني يتفائل، وأنا في عندي خبرة يعني، باسل، أحمد إبراهيم، هلا جابرييل صليبه، وفي احمد سبيتي رايح صيفيتي الجاي، ارسلان كاظمي من ايران، عمر عرابي من مصر، عده لاعبين راحوا ووصلوا ولعبوا هونيك. نحن في عنا ناس بامريكا بالتعاون معي هون بلبنان نقدر نوصل هاللاعبين الناشئين لاعلى مستويات. فنحن ان الله راد بدنا نبلش اول شيء بلبنان، يثبتوا هلا لعبهم، رح نفتح لهم المجال يفرجوا طاقاتهم وموهبتهم،
لحتى نختار منهم الانسب والافضل. ما بدنا اياهم نحن كلياتهم يسافروا لانه نحن بحاجه لهم، بس نحن بحاجه ان نبعث كل سنه 2-3 لعيبه على امريكا لحتى يتطوروا وبعد فتره يرجعوا مثل ما رجع باسل، مثل ما رجع احمد ابراهيم. اختتمت مباريات المرحلة الأولى من بطولة لبنان XXL للكرة الطائرة للرجال لأندية الدرجة الأولى، فبمجمع ميشيل المر فاز الشبيب البوشية على الرسالة صرافان بنتيجة 3-0، وأثبت البوشية أن تحضيراته كانت أكثر جدية من خصمه، ولو أنه فوزه على رسالة بثلاث أشواط نظيفة كان فوز متوقع نظرا لسهولة الفريق الخصم، لكن الواقع أكد أن الفريق المتني هالموسم هو غيره بالموسم الماضي. وبالعودة إلى أجواء اللقاء، بدا البوشرية بحيوية غير متوقعة خصوصا بعمليات التمويه والارتداد والضرب. أما الرسالة يلي حاول بالضربين البرازيليين رافائيل وفابيو فكان عم ينجح أوقات، وكمان أيضا كان عم يفشل بمعظم الأوقات بسبب حائط الصد القوي عند البوشرية. إبا يعني البوشرية يلي خسر أنان سعادي لصالح تنورين، بس تقدم بدلا منه نادر فارس من فريق الأنوار. الأنوار حامل لقب البطولة وحامل كأس لبنان، يعني كمان هالسنة فينا نقول من الصعب جدا أنه نتكهن إذا رح تكون المنافسة محصورة بين بوشرية أنوار مثل ما تعودنا، لأنه في عدة فرق كمان محسنة حالة بقوة، وفي عدة فرق كمان عم تعتمد على أجانب بلشوا يبينوا من مستوى عالي كتير. ونعرف بالفوليبول يعني بالنسبة للاعبين الأجانب مثل الباسكتبول بيقدروا يبدلوا ولاعب أو لاعبين بغيروا كتير أمور. ببقية النتائج، الأنوار جديدي ربع على المولاسال بنتيجة 3-0، وعلى ملعب الشييح فاز الشبيبة تنورين على الطلائع دنهون 3-1. بطرابلس الزهرة المينا ربع على قنات 3-0، وعلى ملعب نادي الشبيبة حميد فاز الرياضي حبوب على المشعل كسبة 3-1، وربح بلاط على الألمون بنتيجة 3-0. بدي أذكركم أنه فيكم دايما تتواصلوا معنا عبر صفحاتنا على فيسبوك وأيضا تويتر، وأيضا عبر موقعنا www.futuretvnetwork.com/sport. وقفة إعلانية بعدها منتابع مع Future Sports ومع زميلنا عباس حسن والقسم المخصص لكرة القدم اللبنانية. خليكم معنا. بنرحب فيكم عن جديد وبزميلنا عباس حسن يلي صار جاهز معنا بالاستوديو، وايضا بضيفه الكابتن فؤاد سعد. مساء الخير عباس. مساء الخير كابتن. مساء الخير. مساء الخير لك بقى، ومساء الخير فارس. كابتن فؤاد برحب فيك اليوم ضيف بحلقه فيوتشر سبورتس. اليوم بدنا نحكي عن فريق المبره يلي عمل نقله نوعيه اذا بدك، تحديدا باخر مرحلتين نجح انه يحقق 6 نقاط من 6 ممكنين خلوه يخلص من موقع كان لا يليق فيه لفريق المبرة. كابتن فؤاد، يعني قبل ما نشوف التقرير المتعلق ببعض الانتقالات اللي عم تصير باللاعبين الأجانب، واللي أنتوا فريق كمان فريق المبرة هو من بين الفرق اللي عم تسعى لتحسين وضعها باللاعبين الأجانب، خبرنا شوي من وقت اللي استلمت فريق المبرة إلى الآن شو تغير فريق المبرة؟ يعني هو بداية يمكن ما تغير شيء كتير غير انه مسألة الانضباط والتركيز، هذا العامل اللي كنا نحن نوعا ما الشغل كان اكتر الشغل اذا فيك تقول كان مركز عليه. هذه الناحية اللي كانت يمكن موجودة بالبداية، بداية لانه مثل ما بتعرف والجميع بيعرف فترة التحضير كانت كتير سيئة لفريق المبرة. اسبوع قبل بداية الدوري هذا يعني ما في شك انه بيأثر على اي فريق، خاصة اذا كان ما عنده المقومات اللازمة. فكيف ما بالك بانه فريق صاعد من الدرجة الثانية على الدرجة الأولى، يفترض يكون في نقلة نوعية على جميع الصعد لوجستيا وعلى مستوى كمان استخدام لاعبين جدد محليين أو أجانب. هذا الأمر ما تم، إلى جانب كمان كان في أمور إدارية بتعيق هالمسألة هيدي، أدى لأنه بداية التحضير تكون خلال أسبوع أو 10 أيام، طبيعي تنعكس على النتائج ببداية الدوري، وهذا اللي صار فعلا. يعني هلأ ليه هذه الأمور يمكن بتاخد وقت أكتر بالأسباب اللي خلت هالمسائل هيدي إدارية أكتر منها أمور فنية. بدأ وقت
اكثر للشرح. طيب اليوم عم نحكي نحن بفريق المبرة، فريق كان عم بينافس بالمواسم السابقة، بالإضافة للعوامل اللي تفضلت فيها حضرتك اللي هي التأخر بالتحضير، وكان في حتى أخبار يعني عم تقول إنه فريق المبرة سينسحب من البطولة وإلى ما هنالك وسيبيع الرخصة، وهذا الحكي اللي سمعناه كلنا قبل الدوري، ولكن اليوم استغنى فريق المبرة عن المركز الأخير بعد فوزين، فوز على الأنصار وفوز على فريق شباب الساحل. هل كنت تتوقع أن تفوز على فريق الأنصار؟ يعني يمكن التوقعات شوي بتضل محيرة نوعا ما، لأنه إذا بدك إذا ترجع للمستوى بشكل عام ما في شيء صعب إنك تحققه بي 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 بالفوتبول بلبنان. جزئيات بسيطة ممكن يلعب عليها اللاعب مع تعليمات المدرب، مع زيادة التركيز أثناء المباراة، بتصور الأمور سهلة، خاصة وإن يعني بعد بالفترة الأخيرة يمكن عم بتركز حضرتك على المباراتين اللي صاروا، بس ولكن قبل شباب صح، حتى المباريات اللي قبل اللي هزمنا فيها كان الفريق يعني ما بيستحق انه يخسر، ما بيستحق انه يهزم. كنا نخسر بطريقه هيك فيها قله خبره عند بعض اللاعبين، اضافه الى عدم التحضير البدني، يعني دمجهم مع بعض، عدم لما بيصير في فقدان للياقه البدنيه طبيعي انه تنعكس على ذهنه للاعب، بيفقد تركيزه، ببطل في عنده استمرارية بالعطاء خلال المباراة، بالتالي بده يقع بالأخطاء. هذا اللي كان يصير، بس ولكن كنا نقدم عروض صراحة يمكن أفضل من ماتشنا مع الساحل أو مع الأنصار. كنا بنستحق يعني من حتى المباراة اللي انهزمنا فيها بنتيجة عالية مع الصفا، نحن كنا منهزمين 3-0 قدرنا نرجع للمباراة صحيح 3-2 ورح نسجل التعادل، كنا نتيجة قلة الخبرة تلقينا هدف، انجرينا وراء الهجوم كمان لأنه طمعنا كمان، يعني قدمنا عرض جيد وانهزمنا. المباراتين اللي صاروا مع الأنصار طبيعي هذا يمكن توج هالمجهود هذا اللي عم قلك إياه، اللاعبين كان عندهم تصميم بأنه بدهم يظهروا من هالموقع اللي هنو فيه، ويمكن يمكن تكون نتيجة كمان بالمقابل الفرق الثانية كانت معتبرتنا يمكن أنه بيمروا علينا بمرور سهل، هذا كمان ساعدنا بنفس الوقت وقدرنا على مستوى التكتيكي إذا فينا نعتبر البسيط قدرنا انه نحصد 3 نقاط من الانصار ومن الساحل، واللي انا بعتبرهم يعني هول نقاط ممكن يكونوا مفصل لمصيرتنا خلال مرحله الاياب. نعم. طب اليوم عم نحكي انت بموقع ما قبل الاخير، في التضامن الصور في المركز الاخير اليوم، اليوم انت مطمئن على فريق المبره بانه لن يعود الى الدرجه الثانيه؟ مطمئن، مش عم اقول لك عم تتوقع او عم اقول لك تنبأ، مطمئن بضل في احساس هيك عند المدرب؟ اكيد، يعني اول مباراه استلمتها مع تضامن صور انهزمنا 1-0، كان لازم نحن اقلها نتعادل، قلت لهم للشباب وقتها اذا ما نبني على بعض الجزئيات الصغيره اللي صارت عنا، الاماكن الامكانيات الفرديه موجوده عنا، الى جانب هي العنصر الاهم بهذا الموضوع كله واللي هو كان فارق نوعا ما هو مساله يعني خليني اقول الاستنفار الاداري ساهم بهالمسألة هيدي، وحس انه لازم نحن نقوم بمبادرة نعيد نوعا ما يعني اعادة برمجة عن جديد، وان كنا بمرحلة خلينا نقول نحن بنص الذهاب، بس ولكن بنقدر نعيد برمجة عن جديد وبنقدر نفوت بنوعا ما اظهار الصورة الحقيقية. نعم. ساعدونا ببعض الامور، يعني بتعرف الامور المادية هي العامل الرئيسي باللعب اللبناني، فهيدي الانضباط كمان بنفس الوقت اللاعبين بالتمرين ساعدوا هول الامور، انا بتصور مع النتائج الايجابيه اللي صارت الى جانب قلت لك هيدي شغله كثير مهمه الى جانب الاداء اللي كنا عم نقدمه وننهزم اتوج بحصدنا 6 نقاط اللي اعطوكم الثقه هول برافو هول زادوا من الثقه وهول راح يكونوا يعني عامل يفترض يكون عامل ايجابي ما يكون كمان مردوده عكسي انه نحن نقول انه خلص وصلنا اهدينا ويمكن تكون نتيجه سلبيه اذا ما كان اللاعب بعد كمان على قد هون دورنا نحن يعني ان نضلنا نشحن اللاعبين بالمساله هذه. بالنسبه لسؤالك بالتحديد انا مطمن وهذه الحاله باذن الله راح تنعكس يعني يمكن مش باول الاسابيع الاولى بس ولكن راح تنعكس ايجابيا. خبرنا شوي الاجانب شو وضعهم بفريق المبره؟ في اسماء جديده، في تغييرات، في
انا لما استلمت في لاعبين اجنبيين، كنا عم نلعب بلاعبين اجنبيين برازيليين بعتقد جابرييل وفيليبي، صراحه ما كانوا قد يعني خلينا نقول حمل الفريق، لانه يعني انت بوضع صعب يفترض انه يحملوك طبعا هذا ف يعني مستواهم قريب للمستوى اللي عندنا. قلنا اذا في امكانيه للاداره انه اذا في امكانيه نجيب مستوى اعلى، طبعا بالنهايه كله حسب البادجت المحطوط لك، ما فينا نقول نحن نتمنى نكون هذا اللاعب الفلاني معنا وما قادرين نأمن له المقاومات اللازمه. قدرنا نستقدم يعني لاعب مميز علاء بيضون، مدافع جيد سبق ولعب مع الاخاء بلبنان وله يعني لاعب معروف. الى جانب علاء كمان تم الاتفاق تقريبا 70% مع اللاعب خالد الصالح، لاعب تشرين بلادئيه، لاعب مهاري جيد صانع العاب، ان شاء الله بيكون اضافه كبيره للفريق. بنقصنا حاليا مركز مهاجم، عم نسعى وبتصور اذا توفقنا بمهاجم جيد حسب المواصفات اللي احنا واضعينها الفريق بده يكون له شأن باذن الله بالاياب. نعم. طيب انت مع انه الدوري اللبناني السنه متقارب المستوى الى حد بانه لن يعرف البطل ولن يعرف من سيهبط الى الدرجه الثانيه، يعني لانه في كل مباراه في مفاجاه، بكل مباراه بكل اسبوع في مستوى. اذا ما نحكي فوتبول اذا بدنا نفوت بامور ثانيه غير الفوتبول والى جانب ما تنسى كمان الاوضاع اللي هي يعني انا بتقديري يمكن هذا استطرادا للموضوع، فرق الشمال منطقه الشمال جيدين على اعلى مستوى وجانبهم على اعلى مستوى، بس ولكن يمكن نتيجه الوضع الامني عم بيصير فيه ما عم يسمحوا يتدربوا بشكل جيد، عم بياثر على مستوى. هذا صار باخر بمرحله الذهاب باخر ثلاث مراحل تقريبا بين في 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 ضعف في اللياقه عند الثلاث فرق مش بس عند الفريق محدد. المستوى متقارب جدا يعني لدرجه انه يمكن الناس متصوره انه المستوى عالي، مع احترامي للجميع مستوى عادي جدا، وهذا اللي عم بيخلي الفرق كلها قريبه من بعضها البعض. لبل ما تتفاجأ اذا بمرحله الاياب في فرق كمان ممكن تصعد تنافس على فرق هلا موجوده بالمقدمه، والعكس هو الصحيح. يعني فرق التسع نقاط او فرق العشر نقاط بين الفرق الوسط والمقدمه برايك لا يزال هو يفترض يكون عامل ايجابي في كل دول العالم، هو يفترض يكون فوتبوليا اذا بدنا نحكي فنيا على المستوى الفني عامل ايجابي. وهون يعني بعيدا عن المستوى كمان فينا نصنفه بهالخانه هيدي، ليه؟ لانه الفرق بتضلها بصراع لانها قريبه من انها اذا بدنا نحكي للنخبه قريبه تفوت على النخبه، اذا بدنا نحكي انه تبتعد من قاع الهبوط كمان قريبه انها تطلع بماتش بمباراه وحده، اذا بتلاحظ الفرق اربع نقاط بيفصل عن 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 النخبه، فهذه هذه المساله بتضلها تعطي بوش حافز دفع حافز لل لل لكل الفرق وكمان الفرق اللي عم تنافس والفرقه اللي هي متصدره اذا بتلاحظ مستواها كمان متذبذب من مباراه لمباراه، هذا عم بيساعد انه يكون مستوى بشكل عام متقارب مع بعض البعض. نعم. طيب لفت لك نظرك شيء اجنبي من هالاجانب اللي مع الفرق اللي لعبتوا ضدهم انتم كما برا، انت كمدرب وطني اليوم يعني بتشوف الاجنبي اللي عم يجي يلعب بالدوري اللبناني لكره القدم اهل انه يلعب؟ اذا بدنا نرجع نعمل مقارنه بين اللاعبين الاجانب اللي كانوا يجوا على لبنان اكيد لا، يعني قياسا مع بس ولكن المرحله يمكن تقتضي هيك، يعني الانديه عم الوضع بشكل عام يمكن هلا على الهامش استطرادا كان في اتصال مع احد اللاعبين من مالي سال عن الوضع الامني هذه الناحيه. هلا المستوى الفني اكيد يعني كل لاعب بتصور نتيجه المستوى نتيجه الوضع لا بفضل يروح يلعب يمكن بالاردن يمكن بمناطق بدول عربيه اعلى من المستوى. عم بيجينا اللاعب اللي هو تقريبا خلينا نقول مع احترام للجميع وسط، وفي البعض صراحه دون الوسط كلاعب محترف انت عم تستقدمه، لما بدي اجيب لاعب انا موجود ضمن اللاعبين اللي عندي بتصور انه يعني هذا عم بيكون عالي على الفريق، ما بيكون عنصر مكمل او اضافي. ما شايف يعني باستثناء بعض اللاعبين مثل قسطنطين طوبة لاعب الصفا، لساني سورو عم بيقدم كمان، يعني بشكل عام ما انه هالمستوى العالي. نعم. طيب عم نشوف فرق
يعني بدي اسالك هيك كم سؤال عن الفرق المنافسه، يعني عم نشوف عم نشوف الصفا والعهد ملتصقين ببعضهم، وعم نرجع نشوف الراسينج قريب كثير لهم، وهنيك النجمه ساحل وبينزل بقى انصار اخاء ونزول. اليوم بتشوف انه رح تبقى المنافسه محصوره بين الصفا والعهد، ام انه سيدخل فريق مين بترشح يدخل معهم عامل منافس بشراسه على اللقب برايك؟ النجمي بتصور بيرجع بي بي يعني بي بياخذ نفس عن جديد، بياخذ نفس عن جديد، لانه النجمي اساسا من الاساس مشكلته منا مشكله بس فنيه، يعني في امور انا ما في فوت بتفاصيلها عندهم هني. بتصور عامل الخبره بيلعب دور هون بقضيه المنافسه، خاصه بالمراحل الاخيره. يعني ممكن يكون في ساحل عامل طفره اذا فينا نعتبر مع الراسينج، بس ولكن ما بعرف مدى الاستمراريه بهالمساله هيدي، لانه انك تنافس على اللقب يفترض يكون عامل الخبره عند اللاعبين مش بس عند الجهاز الفني موجود، وعند الاداره كمان. بتصور في صعوبه لانه نحسم المساله بانه يفوت منافس جديد غير الساحل. حتى على مستوى الراسينج عندهم الاراده وعندهم الشجاعه، بس انا بشوف ما عندهم البديل اللي هو تابع، يعني الدوري طويل، المفروض يكون في عندك انت كمان البديل، يكون ما بدنا نقول مثل اللي عم يلعب بالشكل، بس ولكن بده يكون يعمل اضافه وقت اللي بينزل. هيدا قد عندك انت، قد عندك احتياط جاهز، وهول موجودين اكثر شيء بالصفا والعهد صراحه، لانهم على الهامش. يعني بتشوف الصفا كيف غيروا نسبه عاليه من اللاعبين ما تأثروا فيها. العهد الى جانب ذلك كمان نتيجه الامور اللي صارت عندهم، كمان المجموعه اللي موجوده عندهم، عنصر كمان اللي عم بيساعد، في جيل جديد موجود بالصفا وجيل جديد موجود بالعهد، بس ولكن في نسبه عاليه من اللاعبين عندهم خبره، كمان خبره البطولات موجوده عندهم، هذا اللي بده يكون فارق عن الفرق الثانيه صراحه. نعم، في شي فريق فاجئك من مستواه كنت متوقع يكون غير ظهر بهالمستوى، مستوى متواضع مثلا بالدوري؟ بمعزل عن الساحل الراسينج متواضع ولا متواضع عم بحكي متواضع. كنت متوقع منه يعمل نتائج جيده، عمل نتائج في تضامن صور صراحه، يعني تضامن صور لانه معودنا على انه باستمرار يكون منتج للاعبين اللبنانيين على مستوى عالي. تفاجات بوضعيته هلا صراحه، لانه ما بينقصهم شيء من على المستوى الاداري وعلى المستوى الفني. محمد يعني صار يعتبر خبير بنادي التضامن صور اكثر ما هو مدرب، فيفترض تعالج الامور بهالمساله. تفاجات صراحه بالمستوى السريع للتدهور، هذه كانت لافته شوي. اللي كنت تتوقعه مش ممكن يطلع منه وفعلا كان فلتت شوط اذا بدك. لا ما فينا نعتبر هيك، يعني كل الفرق جهزت، في بعض الفرق جهزت حالها. يعني اليوم اذا بناخذ بالاسامي، لا بناخذ نحن الفريق كيف تجهز قبل بدايه الموسم، كيف استقدم اللاعبين على مستوى المحلي وعلى مستوى الاجانب. ما كان صراحه، كان اللي بيعجبني بفريق طرابلس كان عم بيقدم عروض، يعني خليني اقول مدروسي تكتيك على مستوى فاجات فيه صراحه. حتى نحن لما فزنا نحن كنا التعادل، كنا طالعين نلعب تعادل كان منيح كعنصر ايجابي، لانه ممنوع لك ولا نقطه كنا. يمكن هذا عامل ثاني، قضيه اللي قلت لك بالبدايه الحديث مساله متابعه التدريبات وهيك، بس ولكن كان نوعا ما عامل هيك مثل استثناء عن بقيه الفرق صراحه. فريق طرابلس آه. نعم طيب، بدي اطلع شوي من الدوري لاسال عن مشاركه المنتخب اللي صارت مؤخرا بغرب اسيا. يعني تعادلنا مع الاردن وتعادلنا مع او خسرنا المباراة الثانية، وهون السؤال اللي بيطرح نفسه، يعني من الكويت تحديدا، الكويت الفريق الثاني يعني الأولمبي. السؤال، عندك خوف على منتخب لبناني لكرة القدم؟ هي مسألة الخوف صراحة منا مسألة فنية. نحن قبل ما نفوت على الاستوديو كنا عم نحكي، مرق على لبنان لاعبين وعلى أعلى مستوى من اللاعبين الموجودين، وعملنا إنجازات وصلنا وكمان الاسم وصل، بس ما كانت يعني خلينا نقول البانوراما الواسعه هلا مثل هلا. المنتخب على طول بتلاقي انت لاعبين وبتلاقي مجموعه تقدر تنافس فيها او تظهر بمظهر جيد.
بس بينقصنا بالمساله هذه هي الاستراتيجيه الواضحه اللي عندنا. يعني احنا شو بدنا نعمل، شو مطلوب من المنتخب بعد سنه وسنتين وثلاث سنين؟ نعم. اذا كنا عارفين حالنا بعد ثلاث سنين شو المطلوب منا، بتصور النتائج ما لازم تكون هي بالوقت الحاضر هي العنوان. نحن المفروض نكون عم نبني. نعم. حتى ببطوله مثل بطوله غرب اسيا، حتى ببطوله كان ممكن نحن انه هي تعتبر بطوله تجريبيه للاعبين يكونوا اضافه للتصفيات المؤهله لاسيا بالاستحقاقات القادمه القريبه. بس ولكن عمليه عم بيصير في عمليه نوع من تضخم باستقدام اللاعبين، وبنفس الوقت التجربه عم بتكون قليله، يعني الفتره عم بتكون فتره زمنيه عم بتكون ضاغطه على اللاعب، عم ينزل اللاعب ليتجرب عم بيكون تحت ضغط. المفروض انه يكون في استراتيجيه واضحه للمساله هيدي، مثل ما عم تعمل كل مثل بقيه الفرق. يعني نحن ما بنقل مستوى عن الكويت، ما بنقل مستوى عن كل الفرق، وبرهنا بالتصفيات الاسيويه المؤهله لكاس العالم، برهنا هالشيء هذا. لما بتغلب اعتى الفرق على ارضك اللبنه موجوده، بس ولكن اداره هالامكانيات هذه، هذا اللي بنقصنا. والا اذا بدنا نقول هلا عم نشوف نحن باستمرار في لاعبين ذو مهارات عاليه، لا بيبرزوا برا، لا بيلعبوا برا، لا نحن عندنا لما بنيجي على المستوى التنظيمي والاداري بتلاقي العمليه شوي مربكه، وصراحه هذا امر ممل. يعني على طول بدنا كل ما بدنا نرجع بنرجع نبلش من الصفر، كل ما بدنا نفوت بنرجع نبلش من الصفر، كل سنه سنتين بنرجع بنقول بدنا نرجع. ما بعرف ليه بتضل الامور مبهمه لهالدرجه هذه، مع انه عندنا خامات وعندنا نخب رياضيه اداريه كمان مثل ما عندنا النجوم. يمكن بدك تلحق نتيجه الوضع اللي موجود بشكل عام، هذا تاثيره. هلا بنفوت بسرعه بنفوت على امور ثانيه، خلينا محلنا لكن نعم. بس قبل طبعا بدي اشير الى انه يعني بعد ما اكتملت الصوره عند الفرق كامله من ناحيه اللاعبين الاجانب، يعني فريق النجمه يلي تاخروا شوي بموضوع الاجانب لانه كان في عطله لثيو بوكير الالماني، ولكن كان اوصى بانه ضروره انه يكون في لاعب من مصر، خاصه انه هو درب في مصر الاسماعيلي والاتحاد السكندري وغيرها من الفرق. وبالانصار يمكن هلا عرفنا من الكابتن المبرة، ولكن بالانصار وصل الى لبنان امبارح الاحد برنس ابدي برنس اللاعب الجديد القديم، وفي مواطنه اميكا هون عم يتجرب ايضا، بالاضافه لرودريجو غونزاليس او رودريجو لوبيز اللاعب البرازيلي اللي ممكن يكون ثلاثه منهم، اثنين راح يكونوا موجودين مع راموس البرازيلي اللي كان غادر الى البرازيل بعطله الاعياد ورجع الى لبنان وانتظم بالتمارين. الابرز ايضا يمكن بعد الفرق الثاني، بعد ما عدت العده، بعد ما بعد في امور عم تقول انه بالعهد في لاعبين رح يكونوا سوبر، والكل عم يتحضر بشكل المطلوب لانطلاق مرحله الاياب. كابتن بهيك بخلاصه حديثنا، شو بتقول لجمهور المبره؟ يعني الامور صارت نحو الاحسن باذن الله. يعني لما بيكتمل العنصر الثالث بتصور الامور بدها تكون الى احسن، وان شاء الله نحن عم نسعى لانه نبقى بالدرجه الاولى باذن الله. الفريق بالف خير وماشيين او فينا قعدنا على السكه الصحيحه ان شاء الله. نعم. بدي بس اذكر بانه كاس لبنان لكره القدم بينطلق جمعه سبت واحد الحالي، الاسبوع اللي بعده ما راح يكون في دوري، رح يكون في وقفه ايضا كمان، ومن بعدها ب 24 شهر رح يرجع ينطلق الدوري اللبناني بمرحله الاياب. طرابلس رح يلعبوا مع الاهلي، الملعب يحدد لاحقا، المباريات ب 10 نهار الجمعه، المبره والاخاء الاهلي علي، مباراه مهمه جدا رح تكون لكم الساعه 1:30، الملاعب تحدد لاحقا طبعا. الانصار وتضامن بيروت رح يلعبوا على ما اعتقد على ملعب الكأس. على ملعب العهد هو الكاس مش هذا الكاس صحيح الكاس. نعم. النجمة والاجتماعي طرابلس بيلعبوا كمان الساعة 3:30، وهذه المباريات رح اليوم يكون مجتمع الاتحاد إن شاء الله ويحدد عن موصل التعميم طبعا، رح يحدد الملاعب وين. عم نحكي عن بطولة كأس لبنان لكرة القدم دور 16، كأس لبنان لكرة القدم طبعا. سلام صغرتا بيلعبوا مع نبي شيت الساعة 1:30، صدام صور والرسم الساعة 1:30، شباب الغازي بيلعب مع العهد الساعة 1:30، ومباراة مهمة جدا صفا وشباب الساحل الساعة 3:30. كابتن فؤاد سعد بدي اتشكرك، وطبعا رح يكون في لنا لقاء تاني ان شاء الله معك قريبا، نحكي اكثر
وبالتفصيل عن نادي المبرة. شكرا لوجودك معنا اليوم بالاستوديو. بدي اتشكر كل المشاهدين اللي تابعوا هذه الفقرة لحظات قليلة، ومن بعدها هبة وفارس بتابعوا فيتشر سبورتس، خليكم معنا. بنتابع نحن وياكم فيوتشر سبورتس. المنتخب القطري عم يتأهل لأول مرة بتاريخه لنهائي بطولة اتحاد غرب آسيا للفوتبول بفوزه على الكويت 3-0 بعد وقتين إضافيين. أيضا كان عم يتأهل منتخب الأردن، منتخب النشامة، لنهائي هالبطولة بفوزه على البحرين بنتيجة 1-0. تعادل السلبي بقي بالمباراة حتى دقيقة 67 قبل ما يسجل إصابة المباراة الوحيد اللاعب محمد معروفي عن طريق الخطأ بمرمى فريقه لتنتهي المباراة بفوز منتخب الأردن وليحجز مكانه بنهائي البطولة قدام قطر مستضيفة المنافسة، علما أن المباراة النهائية رح تكون بكرة. ودع مانشستر يونايتد بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي للفوتبول بخسارته قدام ضيفه سوانزي سيتي الفريق الويلزي بنتيجة 1-2 مسا امبارح على ملعب الأولد ترافورد بكبرى مفاجآت الدور الثالث من كأس إنجلترا. منذكر أنه هاي الخسارة تعتبر الخامسة على أرضه هالموسم بمختلف مسابقات، بينما كان فريق سوانزي عم بحقق أول فوز على مانشستر بالأولد ترافورد من 83 سنة. هون تشيتشاريتو عم بيسجل هدف تعادل، وعم تشوف خطأ من فابيو يلي نزل بدلا ماريو فرديناند بطاقة حمراء لفابيو، وعم بيتابع المباراة مانشستر يونايتد بعشر لاعبين. وبالدقيقة الأخيرة من المباراة الكل اعتقدوا أنه مباراة رح تنتهي بالتعادل، بس فريق سوانزي ولاعبي مايكل لاودروب عم بيسجلوا هدف الفوز ليودع اليونايتد كأس إنجلترا. ديربي كاونتي عم بيخسر قدام تشيلسي 0-2، ليفربول تغلب على أولدهام 2-0، أرسنال على توتنهام 2-0، إيفرتون 4-0 على كينز بارك رينجرز، بلاكبيرن روفرز تعادل مع مانشستر سيتي 1-1، ونوتنغهام فورست 5-0 على فريق ويستهام يونايتد. هيدا كان بالنسبة لمباريات كأس إنجلترا. وهبة يعني اليونايتد عم بتابع عروضه السيئة جدا، والضغط أكتر وأكتر عم بيكون على ديفيد مويز. بدوره اعترف ديفيد مويز مدرب مانشستر بأنه فريقه ما كان كتير منيح بالمباراة ليتخطى سوانزي سيتي بكأس الاتحاد الإنجليزي، وقال مدرب اسكتلندي أنه لاعبينه افتقدوا الثقة المطلوبة بآخر تلت ساعة وحصلوا على عدة فرص بس ما قدروا يترجموها بالشكل المطلوب، وأضاف أنه عانينا من بداية موسم صعبة وعم نشعر بخيبة أمل كبيرة، كما أكد أنه لازم نربح المزيد من المباريات واللعب بشكل أفضل بالمباريات المقبلة. من جهة تانية اعترف مويز أنه لازم يستعجل بالتعاقد مع لاعبين ضمن فترة الانتقالات الحالية. بدوره كان عم بيقول مدرب سوانزي لاودروب فوزون على اليونايتد أنه هذا أمر عظيم، أنه تظهر فايز على فريق بحجم مانشستر يونايتد بملعبه وقدام جمهوره، هذا أمر خاص جدا، يوم عظيم بالنسبة للاعبين والمشجعين أيضا. ننتقل إلى إسبانيا، وبمباراة أشبه بحصة تدريبية رسمية تغلب برشلونة على إلتشي بنتيجة 4-0 باللقاء يلي جمعهم على ملعب كامب نو بالمرحلة 18 من الليغا ليستعيد البارسا الصدارة. البارسا تقدم بالهدف الأول بالدقيقة 7 عن طريق أليكسيس سانشيز، وضاعف بيدرو رودريغيز النتيجة بالدقيقة 16 قبل ما يعود سانشيز من جديد ويسجل هدفين على التوالي بدقيقتين 63 و69. وبباقي ابرز النتائج بالدوري الاسباني، اشبيليا عم يربح على ختافي، اتلتيكو مدريد على ملقا 1-0، اتلتيكو يلي نهار السبت المقبل رح يستضيف برشلونه باقوى مباريات الموسم، فالنسيا عم يربح على ليفانتي 2-0، اوساسونا 1-0 على اسبانيا، ريال سوسيداد 2-0 على اتلتيكو بلباو، وفالادوليد مع بيتيس 0-0. اما ترتيب فرق الصداره، برشلونه بالمركز الاول مع 49 نقطه، اتلتيكو مدريد ثاني، ريال مدريد ثالث، اتلتيك بلباو بالمركز الرابع مع 33 نقطه، ريال سوسيداد، واخيرا اشبيليا بالمركز السادس مع 29 نقطه. منتابع مع ايطاليا والدوري الايطالي، هبه الكل كانوا ناطرين مباراه جوفنتوس روما، كانوا متوقعين انه تكون مباراه صعبه، بس على الملعب كانت مباراه كثير سهله لليوفي يلي قدر يربح 3-0، وكانت هي أول خسارة
لفريق روما بالمباراة اللي جرت على ملعب جوفنتوس أرينا بأبرز مباراة الأسبوع 18 من دوري الإيطالي للفوتبول. فوز اليوفي بعود الفضل فيه لكونتي المدير الفني اللي أجرى التعامل التكتيكي خلال فترات المباراة. فبالرغم من السيطرة الميدانية لروما بأوقات كتيرة، بس خطورة كانت من نصيب اليوفي يلي أنهى المباراة لصالحه ووسع الفارق بالصدارة مع روما صاحب المركز الثاني لثمان نقاط. بباقي ابرز النتائج، تعادل كيفو مع كالياري 0-0، فيورنتينا بيربح على ليفونو 1-0، جنوا كان عم يتغلب على ساوسولو 2-0، كاتانيا كان عم بيفوز على بولونيا 2-0، ميلان كان عم بيفوز على اتلانتا 3-0، وبارما كان عم بيفوز على تورينو 3-1. بفرنسا حول موناكو تاخره مرتين لفوز بمسابقه كاس فرنسا على فريق فان من دوري الدرجة الثالثة بنتيجة 3-2. المباراة اللي كانت عم تصير بينتهم نهار الأحد ليحجز بطاقة الصعود لدور 32 من كأس فرنسا للفوتبول. وبباقي أبرز النتائج اللي كانت عم تسجل بفرنسا، كمان الفرق الكبيرة كانت عم تأهل مثل أوسير يلي ربي على مارك 6-2، ناط عم يخسر على ملعبه قدام نيس 0-2، اليوم ربح 6-1 على فريق هاوي، مارسي ربح 2-0 على رامس، ليل على أميون 3-1، وموبولي عم يربع على روديز بنتيجة 2-0. توفي أسطورة كرة القدم البرتغالية أوزيبيو عن عمر بناهز 71 سنة. أوزيبيو كان حفر اسمه كأحد أساطير كرة القدم العالمية بعد ما قاد منتخب بلاده للمركز الثالث بمونديال إنجلترا عام 1966 وفريق بنفيكا نحو القمة بستينات القرن الماضي، حيث سجل 514 هدف خلال مسيرته. بدوره أعرب البرازيلي بيليه عن حزنه طبعا العميق بوفاة الأسطورة أوزيبيو، بالإضافة إلى عدد كبير من نجوم اللعبة يلي أيضا عبروا عن حزن الشديد تجاه خبر وفاة الأسطورة. أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني أنه مهاجم بروسيا دورتموند ومنتخب بولندا روبرت ليفاندوفسكي وقع عقد رسمي لينتقل للفريق البافاري لمدة 5 سنوات اعتبارا من الموسم المقبل. وبالوقت يلي ما أعلن بايرن عن راتب اللاعب السنوي، ذكرت بعض الصحف الألمانية أنه راح يكون بحدود 9 مليون يورو. راح يمنح الرئيس البرتغالي أنيبال كافاكو سيلفا نجم المنتخب الوطني وريال مدريد الإسباني كريستيانو رونالدو وسام الضابط الأكبر للدور يلي عم بيقوم فيه لرفع اسم بلاده. راح يستلم رونالدو هيدا الوسام بمقر الرئاسي بلشبونة بعد ما أصبح رمز للبرتغال حول العالم، حيث ساهم برفع اسم بلاده على الصعيد الدولي ولأنه أصبح مثال بالنسبة للأجيال الجديدة، وذلك بحسب بيان صادر عن الرئاسة. يعني هو كان مقرر أنه بكرة ثلاثة يستلم، بس لأنه البرتغال عم تمرق بفترة حداد مشان أوزيبيو، فقرروا الرئاسة أنه يسلموا رونالدو بعشرين من الشهر الحالي الوسام. ألمح جيراردو مولينا أستاذ التسويق الرياضي بشركة سبورت ماركتينج الأورو أمريكية أنه نجم الفوتبول الأرجنتيني ليونيل ميسي تلقى عرض من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ب 400 مليون يورو. مولينا عرض تقرير عن القيمة المادية لميسي بسوق الانتقالات بالتعاون مع 3 أندية أوروبية كبيرة، كما كشف أنه تلقى عرض بهالقيمة من أحد الأندية الممولة حكوميا بإشارة لباريس سان جيرمان يلي بتترأسه إدارة قطرية. عاد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جوزيف بلاتر لإثارة الجدل من جديد باقتراح أكثر غرابة هالمرة، تمثل بمطالبته معاقبة يلي بيتحايل للحصول على ركلة جزاء باحتساب ركلة جزاء على فريقه. تصريحات بلاتر إجت عبر المجلة الأسبوعية للفيفا، حيث من المقرر أنه يقدم بلاتر هذا الاقتراح باجتماع الفيفا المقبل. يذكر أنه صحيفة بيلد الألمانية طرحت استفتاء حول تأييد الجمهور لهذا الاقتراح، وكانت النتائج مفاجئة بتأييد 77% من المصوتين واعتراض 23% فقط، علما أنه عدد المصوتين بلغ 20,000. عم تستعد الحكومة البرازيلية للمونديال بقوة خاصة، بتضم أكثر من 10,000 عنصر من قوة الأمن الوطني من أجل دعم الشرطة العسكرية لحفظ الامن ب 12 مدينه رح تستضيف كاس العالم هالسنه. بنذكر انه هالقوات عم تتلقى تدريبات مكثفه من عام 2011، خاصه بعد موجه الاحتجاجات يلي تعرضت لها البلاد خلال كاس القارات يلي جرت بشهر حزيران الماضي. وقفه اعلانيه ومن بعدها منتابع فيوتشر سبورتس، خليكم معنا.
منتابع نحن وياكم فيوتشر سبورتس ونوصل للقسم الاخير. هبة، يعني بكل خلينا نقول قيادته لعالم الفورمولا 1، مايكل شوماخر ما تعرض لحادث هالقد خطير مثل ما تعرض اثناء مزاوله رياضه التزلج. بعد المعلومات غامضه، ما حدا عم بيعرف شو سبب الحادث وكيف صار، بس يحكى انه في شخص هاوي كان موجود بالصدفه هنيك وصور فيديو وعطيه للشرطه، الشرطه يلي عم بتحقق، وكمان عم بينحكى انه نهار الاربعاء بعد يومين يمكن الشرطه تقعد مؤتمر صحافي لتتحدث عن قضيه مايكل شوماخر، من بعد ما الاعلام كثير كثير بلش يقول انه كان نازل بسرعه كبيره وغيرها. على كل حال هلا المعروف انه هذا الشخص اللي كان عم يصور فارس قال انه السرعه كانت بالعكس خفيفه، يعني ما كان شوماخر مسرع هو عم بيتزلج. هذا الشيء اجى، يعني كان اجى هذا الخبر ناقض جميع الاخبار اللي طلعت قبل. بس على كل حال الحادث اكيد حيكون يعني قضاء وقدر يعني على كل حال سلامات لمايكل شوماخر، لانه فعلا اسطوره، لقب بالبارون الاحمر ايام الفيراري، وعنده جمهور وعنده شعبيه كثير كبيره. فان شاء الله بمستشفى جرينوبل مثل ما بيقولوا بيطلع الدخان الابيض وبيعلنوا عن تقدم بحالته. بعد القصه الحاله بعدها غامضه بالنسبه لمايكل شوماخر، بعده بحاله حرجه بس مستقره بحسب ما ذكرت المتحدثه باسم عائلته اللي اعتبرت انه اي معلومات غير رسميه عم تتداول حول صحه شوماخر هي مجرد تكهنات. من جهه ثانيه كانت ملامح القلق باديه على كورينا زوجة مايكل شوماخر يلي عم بيصارع الموت من بعد ما تعرض لحادث خطير باحدى منحدرات تزلج بفرنسا. بنذكر انه سابين كيم مديره اعمال سيئ كانت اكدت بوقت سابق انه كورينا منا بخير وهي خايفه كثير كثير، بس اكيد رح تبقى الى جانب زوجها بكل الظروف. واليوم كمان مثل ما عرفنا انه ما عم يتركوا بيو ابدا، وخيو رالف سيئ ايضا الفورمولا 1 السابق، العائله كلها موجوده على امل نرجع بنقول انه يطلع اخبار جديده واخبار تكون منيحه عن مايكل شوماخر. على كل حال فارس رح نكفي مع اخبارنا الدوليه ومع الام بي اي، حيث تغلب فريق لوس انجلوس كليبرز على مضيفه دالاس مافريكس ب 119 نقطه مقابل 112. كليبرز حقق فوز مستحق بالرغم من تعرضه لصدمه قويه باصابه نجمه كريس بول بالكتف الايمن، غير انه اللاعب دي اندري جوردن تالق باللقاء بتسجيله 25 نقطه باكبر انجاز له بمسيرته الاحترافيه، ساهمت بحسم النتيجة لصالح فريقه. The Mavs make a stand and get another stop. Hanging on to this 5-point lead. They almost force a steal. Now Jordan is free and he scores in his foul. يعني هبة هالموسم الـ NBA صعب كتير. ميامي، انديانا، جولدن ستيت، في فرق كتير، اوكلاهوما، الكليبرز، كلهم فرق عم بتكون يعني مرشحة عم تعمل نتائج كتير مهمة. بدوره الليكرز عم بيرجع لورا، الليكرز اصابات ورا اصابات، وكوبي برايانت ايضا عم بغيب، ونتائج الليكرز منا منيحه ابدا. فريق بروكلين نتس كان عم يتغلب على ضيفه كليفلاند كافاليرز 89 مقابل 82 بالمباراه يلي جرت بيناتهم، واستفاد بروكلين من جهود نجمه دايرون ويليامز يلي احرز 21 نقطه، بينما اضاف زميله بول بيرس 17 نقطه ليتقدم للمركز 19 بترتيب اللاعبين الاكثر تسجيل للنقاط بتاريخ الام بي اي برصيد 24383 نقطة. هيدا بالنسبة لهالإنجاز الجديد على صعيد الـ NBA. Probably would like to run it down. Cleveland's had to take a couple hurried shots here. Livingston floats it in. Blatch, how about a second try? No. And then Teletovich saves it to Blatch and the third. وأخيرا يعني بعد ثلاث محاولات لا كانت عم تدخل الباسكت، وهيدا الام بي اي الاجمل، الدوري الاجمل بالعالم. رح نكفي فارس مع الام بي اي وقت ما تغلب نيويورك نيكس على دالاس مافريكس ب 92 نقطه مقابل 80. البدايه كانت جيده لدالاس قبل ما يتمكن نيويورك من فرض سيطرته على ارض الملعب وينهي المباراة لصالحه بفارق 12 نقطة، واستفيد من تألق نجمه كارميلو أنتوني يلي كان أفضل مسجل بهاللقاء برصيد 19 نقطة. Nowitzki said he's been wanting to take the ball to the basket more. ايضا بابرز نتائج الليكرز كان عم يخسر على ملعب ستابل سنتر قدام دنفر بنتيجه 115-137. 137 نقطه هبه كانوا عم يتسجلوا بسله الليكرز على ارضه وبين جمهوره،
هذا قد ايه باكد قد ايه فريق الليكرز هالموسم كمان عم بيكون فريق مستوي عادي جدا قياسا للفرق الاخرى بالان بي اي. ننتقل لعالم التنس وقت توج الاسترالي ليتن هيويت المخضرم بلقب بطولة بريسبين الاسترالي بعد ما فاز بالمباراة النهائية على المصنف السادس عالميا سويسري روجيه فيدرير بمجموعتين لمجموعة واحدة 6-1 4-6 و6-3. لقبه الأول لهيويت المصنف 60 بالعالم من وقت ما فاز ببطولة هالي الألمانية عام 2010 على حساب فيدرير أيضا، وهيك عم بتكون بطولة بريسبين أولى الدورات الاستعدادية مثل مثل دورة سيدني لبطولة أستراليا المفتوحة أولى دورات الجراند سلام الأربعة الكبرى لهالموسم. العام الثاني على التوالي أحرزت الصينية لينا لقب بطولة تشانزن المفتوحة لتنس السيدات ببلادها بعد ما تغلبت بالمباراة النهائية على مواطنتها بينغ شوي بمجموعتين من دون رد بواقع 6-4 و7-5. يذكر انه هيدي هي المرة الأولى يلي بتنجح فيها لينا بالدفاع عن لقبها على مستوى بطولات التنس للمحترفات، كما يعد هيدا اللقب هو الثامن بمسيرة لينا الاحترافية. يعني لعبتين من الصين وجمهور من الصين والجو كان كله صيني بهالمباراة. توج سويسري ستانيسلاس فافرينكا بلقب بطولة شنغهاي المفتوحة للتنس اللي عم بتصير بالهند بعد فوزه بالمباراة النهائية على الفرنسي ادوارد روجيه فاسلان بمجموعتين لصفر. فافرينكا المصنف 8 عالميا واجه منافسة قوية بالمجموعة الأولى قبل ما يتمكن انه يحسمها 7-5 ليرجع ويفوز بالثاني وبسهولة تامة 6-2 ويحرز لقب جديد لقب. ودعت المصنفة الرابعة إلينا يانكوفيتش بطولة ألبيا الدولية لتنس السيدات المقامة بمدينة سيدني الأسترالية من الدور الأول بعد خسارتها على يد المصنفة 23 الروسية إكاترينا ماكاروفا بمجموعتين من دون رد بواقع 6-4 و6-2، كما خرجت الإيطالية فرانشيسكا شيفون بخسارتها أمام التشيكية لوسي سافاروفا بمجموعتين من دون مقابل بواقع 6-4 و6-4. وبمواجهة أخرى فازت الألمانية أنجليك كيربر على سلوفاكية دومينيكا كيبولكوفا بصعوبة بواقع 7-5 و7-6. انطلقت فعاليات رالي داكار ال 35 من رالي داكار يلي بتألف من 13 جولة بتمتد لمسافة 9000 كيلومتر وبتستمر حتى 18 من الشهر الحالي بمشاركة 500 متسابق. الجولة الأولى يلي جريت بمدينة روزاريو الأرجنتينية شهدت فوز إسباني خوان باريدا بورت على متن دراجة هوندا بفئة الدراجات النارية. أما بمنافسة السيارات كان لقب الجولة الافتتاحية من نصيب البرتغالي كارلوس سوزا يلي كان بالمركز الثاني. هون عم نشوف مشاهد من مسابقة الدراجات النارية ونرجع منشوف أيضا الإسباني خوان باريدا بورت يلي احتل المركز الأول، وهيك بتتابع على أمل أنه منافسات هالسنة ما نكون في عنا أي ضحية مثل السنوات الماضية. إذا كارلوس سوزا كان أول والأرجنتيني أورلاندو تيرانوفا كان بالمركز الثاني، أما القطري ناصر العطية فكان عم ينهي الجولة الأولى من السباق بالمركز الثالث. احتضنت روما امبارح الاحد المرحله ما قبل الاخيره من كاس العالم لاختراق الضاحيه بالدراجات الهوائيه. سباق السيدات سيطرت عليه الامريكيه كاترين كومبتون يلي احرزت لقبها الخامس على التوالي بتوقيت بلغ 36 دقيقه و45 ثانيه. اما عند الرجال فكان الفوز من نصيب البلجيكي نيلس البرت يلي حل بالمركز الاول بتوقيت بلغ ساعة وست دقايق و33 ثانية.
لهون بنكون وصلنا لختام حلقتنا من فيوتشر سبورتس الليله. شكرا هبه، واكيد موعد نهار الخميس. اكيد قبل ما نختم فارس، بس بدي اذكر انه كل العالم دائما تواصلوا معنا عبر صفحاتنا على فيسبوك وعلى تويتر، وايضا على عبر موقعنا www.futuretvnetwork.com/sports. صباحوا على الف خير والى اللقاء.